مساء الخير على حضراتكم، ليلة سعيدة يا رب على كل المصريين. كل سنة وكل المصريين بخير وسلامة ومحبة. عيد الميلاد المجيد وليلة عيد الميلاد، ربنا يا رب يجعل أيامنا كلها حب وسعادة وسلام وتنمية ومحبة. كل سنة وإحنا دايما على قلب راجل واحد ودايما صف واحد، مفيش فرق ما بين مسيحي وما بين مسلم زي ما تعودنا في بيوتنا المصرية. يعني كل سنة وكلنا بخير يا رب، دايما نفضل عايشين في حب البلد دي. حقنه كلنا من شوية تابعنا حضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداس عيد الميلاد المجيد واللي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وترأسه البابا تواضروس الثاني. وشفنا الفرحة يعني، وشفنا الزغاريت، وشفنا يعني جموع الشعب المصري فرحان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقداس. ويعني تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة هنأ فيها جموع المصريين بعيد الميلاد المجيد، وأشار سيادته لأهمية الترابط ما بين نسيج الشعب المصري والحفاظ على وحدته. خليني نسمع مع حضراتكم جزء من كلمة السيد الرئيس ونرجع بعد كده نكمل كلام. كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا، وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي انا بقدر بيه قداسة البابا. وده مش من فراغ، وانا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة اسمع حديث لقداسة البابا او حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته اجد فيه حكمه وفيه بلاغه عظيمه جدا. مش هنسى ابدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الاحاديث الاخيره ديت، لما قال الاديان تتوافق ومش لازم الاديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني انا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما اقول ابدا ابدا. ولازم النقطه دي احنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد انها تبقى متاصله في نفوسنا وحتى في الاجيال القادمه في اولادنا الصغيره، ان احنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز اقول لكم إن إحنا محتاجين دايماً نأكد في كل مناسبة إن إحنا واحد. إحنا واحد. إحنا واحد.